في خطوة إنسانية نبيلة نفذت مؤسسة الودة التنموية وبدعم من مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثة مشروع توزيع الحقائب المدرسية على 350 طالبا وطالبة في مدرستي الوفاق وفاطمة حسين في عزلتي المشاول والأحيوق بمديرية الوازعية غربة عز. هنا من بين الركام في مدرسة الوفاق في عزلة المشاول في مديرية الوازعية للود، كان ود اليوم بتسليم الشنط المدرسية والحقائب المدرسية للطلاب. هنا 225 طالب وطالبة في هذه المدرسة التي تعرضت للضرب، وهي الآن كما نشاهدها في آثار الهدم، والأطفال هؤلاء يدرسون بين الركام. هنا كان لنا بصمة اليوم في توزيع الحقيبة المدرسية ل 225 طالب وطالبة. ندعو كل المنظمات الأهلية والدولية النظر لهذه المدرسة، بحيث هي تعاني والأطفال معرضون للخطر في هذه المدرسة وآيلة للسقوط في أي وقت. وبسبب ما يعيشه أطفال تلك المناطق من ظروف بالغة الصعوبة، حيث يعانون من نقص حاد في أساسيات التعليم وتعرض مدارسهم للتدمير بسبب الحرب، حيث وأنهم يدرسون فوق الركام وتحت الأنقاض متحدين واقعا مريرا يحرمهم من أبسط حقوقهم في التعليم. في هذا اليوم المبارك وصلت مؤسسة ود لتقديم أول ود لمديرية الوازعية ولمدرسة الوفاق بتوزيع 225 حقيبة مدرسية لهؤلاء الطلاب الذين يعانون ويتعرضون للخطر دائما في هذه المدرسة. خطر البرد، خطر الحر، خطر المطر، خطر انهيار المبنى بشكل تام، حيث تم تضررهم من الحرب من القصف والتفجيرات، فالمدرسة كلها آيلة للسقوط. ويأتي هذا المشروع في إطار سعي المؤسسة لتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المحلية المتضررة والتي تغيب عنها كثيرا من المنظمات والمؤسسات العاملة في الميدان. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.